بلشت هنا شوية لسه بس ولا يهمك يا محمد ناخذ 10 دقائق مشينك سنة خير جحنا ارجع على ايمان ارجع على ليش سجنة وراها هاي خايفين انا بتصور انا بضمن لك اياها صور هاي خلص هاي خلص بتصور لك صور موجود صوري صوري انا ومحمد صوروا ناخذ من موسى برضه صور وإننا في كتيبة بيت سيرة يدعي في محمد سنرد الصاعين على اغتيال الشهيدة شهيدة واكبر لك تقول إننا في كتيبة بيت سيرة سنرد الصاعين على اغتيال والله جاهز الرد شو بدنا ننزل شو ملك بدنا ننزل ابو ثائر يا عمي طريق الحق دائما اقلاء عددها طبيعي يعني تلاقي لك 5 6 و7 ساعة منيحة والله بالنسبة لي يعني مستبشر خير انه في حوالي 15 واحد والله والله ديك في رام الله ديك اليوم في رام الله هي رام الله 4 بقوا على المنارة شوي ابو حمد خليك شوي دقيقة بلش انا كنت افضل انك تكف اوقف الافضل اه بلش اوقف احسن لنا اوقف طبعا بس مو من الضوء وقف كيف انا لا يا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم في البداية ونحن الآن في منزل عائلة الشهيد يوسف عنقاوي نترحم على أرواح الشهداء الشهيدة شيرين أبو عاكلة الشهيد يوسف عنقاوي والشهيد أمير دراج والشهيد إسلام وائل برناط وشهداء الوطن نقف اليوم وقفة من نقف اليوم وقفة من آلاف المواقف في كافة محافظات الوطن لنعزي أنفسنا برحيل الشهيدة المقاومة شيرين أبو عاكلة إذ أجمع العالم بكل أحراره ووقع وثيقة جامعة على إجرام هذا المحتل وعدوانية جيشه الغاشم وإن الحق في جيب صاحبه متى شاء واستعد فقد ناله وحان الآن لاسترجاع الحق المسلوب شيرين أبو عاكلة صوت الحقيقة الواضح والفاضح لجرائم هذا المحتل وهي الصورة الحقيقية التي مثلت المعاناة وهي المثال المقاوم والإعلام المواجه للظلم والباطل وفي هذا المقام مقام الشهداء الأكرم منا جميعا نوجه الرسالة ذاتها التي حملتها الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاكلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
نسأل الله تعالى الرحمة لشهدائنا جميعا، وأن يعجل الله بالفرج لأسرانا. من بيت الشهيد يوسف عنقاوي في بيت سيرة، وبحضور عدد من أهل الشهداء في القرى المجاورة، في هذه الوقفة التضامنية التي أصابت هذا الوطن وهذه البلاد المباركة باغتيال مقصود ومتعمد من الغاصب والكيان الغاصب لأرض فلسطين، للصحفية المرموقة والصحفية الشهيرة التي ملأت الآفاق بفضائح الاحتلال وجرائمه، والتي كانت تقف مع أهلنا في فلسطين المباركة في كل وقفة وفي كل موقف، ولها بصمة فنقلت الحقيقة ونقلت جرائم الاحتلال في هذه البلاد. لهذا تم استهداف هذه الكلمة الصادقة والإعلام الفاضح لهذا الكيان الغاصب لهذه الأرض. فتحية للشهداء وهم الأكرم منا، نسأل الله تعالى أن يعجل بالفرج وبزوال هذا الكيان الغاصب عن أرضنا وبلادنا المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للشهيدة شيرين أبو عاقلة أستاذتنا أولا وزميلتنا ثانيا، نترحم عليها جميعا. في شبكة كتسيد إخوة الصوال قادمة بخير. أعطيكم العافية وشكرا على هذه الوقفة الطيبة المباركة.
اسماعيل؟ لا. مش بترد؟ لا بردش يا محمد. هذا نمشي احنا في كل بيت. يا حبيبي اطلعين، انا راح ضل اخر شيء لاخر واحد راح ضل. اذا حد يطلع عادي شوف نقدر يعني. اذا عاوزين شيء مستعدين يعني. لا حبيبي احنا في الخدمه. قولوا يا الله. الله يرحم شهدائنا جميعا. اشكركم يا اخواننا، شكرا لكم على جهودكم ويعطيكم الف عافيه. السلام عليكم. خلي الصور هان. شكرا يا عم، كل الشكر. ما دخلتهم خالص. شباب جديد بس انت والله واحد اخذ لك واحد.